بسرعه نروح ندخلكم في الاجواء ونروح نشوف كريم احمد عنده ايه من معسكر اقامه الفريق، ونرجع نتكلم في اخبار الاهلي النهارده واهم ما في اليوم مباراه الاهلي والمقاولين. كريم احمد زميل العزيز، اهلا بيك. كل التحية ليك يا كابتن ميدو في البداية وكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. الأهلي على موعد جديد في بطولة الدوري العام، الأهلي والمقاولون العرب على استاد السلام في الساعة 7 مساء. كل التوفيق طبعا للنادي الأهلي في هذه المباراة. يمكن المرحلة اللي فاتت كانت مرحلة صعبة جدا على فريق النادي الأهلي من البطولة الإفريقية وإخفاق أيضا كمان في البطولة العربية. أكيد يمكن زي ما قلنا وأكدنا قبل كده، يمكن الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت والكابتن سيد عبد الحفيظ أيضا كمان مدير الكرة بيبذلوا جهد كبير جدا مع كل اللعيبه الكبار للحديث مع كل اللاعبين. الحاله النفسيه طبعا اكيد يمكن كل لعيبه النادي الاهلي في حزن شديد جدا بجانب جمهور النادي الاهلي اللي كان منتظر اكيد حلم البطوله الافريقيه وايضا كمان البطوله العربيه، لكن كعاده البطل صفحه ولابد ان هي تغلق سريعا. كمان يتم تصحيح المسار بشكل كبير جدا على مستوى الجهاز الفني على اللاعبين بشكل عام، ويمكن كمان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بيبذل جهد كبير جدا لخلال الفتره القادمه يكون فيه مدير فني للنادي الاهلي خلال الايام القادمه. عندنا النسخه الجديده من البطوله الافريقيه وتلاحم كبير جدا في بطوله الدوري العام، فان شاء الله باذن الله يكون موفق مجلس اداره النادي الاهلي في اختيار المدير الفني الامثل لفريق النادي الاهلي وايضا كمان الجهاز الفني المعاون الذي سيخوض خلال الفتره القادمة مباريات وبطولات غاية في الأهمية. كالعادة طبعا يا كابتن ميدو بالنسبة لفريق النادي الأهلي، احنا متواجدين في فندق الإقامة الخاص بالفريق، 20 لاعب تم اختيارهم من الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق النادي الأهلي، شريف إكرامي وعلي لطفي وباسم علي وحسام عاشور وهشام محمد، أيمن أشرف، وليد سليمان، ميدو جابر، أحمد الشيخ وأحمد حمودي، اسمح سبحيل، سعد سمير وصلاح محسن، أكرم توفيق، سليف كلوبالي، ناصر ماهر ومحمد شريف وكريم ندفد. كمان يمكن لو بنتكلم على الغيابات والإصابات، عدد كبير جدا بيغيب عن فريق النادي الأهلي سواء للرؤية الفنية أو للإصابات، لكن أكثرية طبعا اللاعبين وهي الإصابات على رأسهم وليد أزارو وأحمد فتحي ومحمد هاني والشناوي وعمرو السولية، علي معلول، مؤمن زكريا، محمد نجيب وجونيور أجي. لو بخص وليد، يمكن وليد أزارو طبعا الناس كانت منتظرة أنه يكون متواجد في هذه المباراة الهامة والمرتقبة وهي مباراة الأهلي والمقاولون العرب، لكن وليد أزارو اشتكى طبعا من تورم في القدم عاقته بشكل كبير جدا عن ارتداء الحذاء الخاص بالكرة، ويمكن كان في تفضيل من الجهاز الطبي والجهاز الفني لفريق النادي الأهلي بإراحة وليد أزارو. طبعا يمكن خلال الأيام القادمة والمباريات القادمة في تلاحم كبير جدا زي ما أنت عارف يا كابتن ميدو، فأكيد لابد يكون في التقاط الأنفاس لوليد. وليد من اللاعبين المميزين وأصحاب الجهد الكبير جدا، لكن أكيد إصابة لابد إن هي طبعا يكون في حفاظ عليه، لأن الفترة اللي جاية النادي الأهلي والجهاز الفني محتاج كل اللاعبين، وإن شاء الله كمان اللعيبة اللي راجعة من الإصابات تعود سريعا. في عدد كبير من اللاعبين خلاص في المراحل النهائية من التأهيل، إن شاء الله الكل يكون جاهز لهذه المباراة. بنأكد كمان على نقطة مهمة وهو وليد سليمان، كان في أخبار طبعا خلال الأيام الماضية أن وليد سليمان عنده إجهاد في العضلة الخلفية، ويمكن ما تحسمش الأمر أنه يكون متواجد في القائمة أو متواجد في التشكيل الأساسي. لا، بنأكد أن وليد سليمان ظهر بشكل أكثر من رائع أمس وأول أمس في التدريبات، ويمكن بيعلن جاهزيته إن شاء الله يكون متواجد مع فريق النادي الأهلي في هذه المباراة الهامة والمرتقبة. محاضرة أخيرة هنا في فندق الإقامة ستكون في الساعة 5 إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يكون موفق، مستر كابتن محمد يوسف يكون موفق في اختيار التشكيل الأمثل لهذه المباراة. يمكن الأمور بالنسبة للجبهة اليمنى زي ما احنا عارفين غياب أحمد فتحي ومحمد ياني، لكن إن شاء الله يكون باسم علي النهاردة متواجد في التشكيلة الأساسية عائد إن شاء الله من خلال فترة كبيرة، لأن مفيش يمكن خلاص الفترة اللي قادمة لابد يكون كل اللاعبين إن شاء الله جاهزين وعلى هبة الاستعداد خلال المباريات القادمة. مستمرين معاك يا كابتن ميدو كالعادة ومع كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي ونقل خاص لكواليس وأخبار النادي الأهلي هنا من فندق الإقامة وحتى ملعب المباراة. عودة ليك يا كابتن ميدو. شكرا ليك كريم على هذه التغطية المميزة.